وبعدين؟ هنفضل كده كتير؟ هو انت اول ولا اخر واحد يتفاصل عن مراته؟ طب انت عارف ان هي صرفت النهارده التشيك اللي انت كنت كاتبه للايجنسي بتاعتها؟ يعني هي عايشه حياتها وانت عامل في نفسك كده. وبعدين دي عمرها ما كانت تستاهلك. انت ضفرك برقبتها. مستر نديم، الشغل كله ملخبط والدنيا بايظه. انت عارف انت فاتح كام بيت؟ مستر نديم، الناس دي ذنبها ايه؟ مستر نديم، احنا كلنا بنستمد قوتنا منك، واولهم انا. ومفروض ما تسمحش لاي حاجه في الدنيا دي كلها تكسرك. مش انت اللي علمتني كده؟ ومش عشان دي؟ يعني أي واحدة في مكاني كانت تعمل إيه؟ لما تدخل تلاقي السكرتيرة قاعدة على حجر جوزها وهو عمال يفعص فيها. أكمل معاه إزاي؟ كان لازم طبعًا أطلب الطلاق. طب وذنب بنتك إيه؟ ذنبها إن أبوها خاين. وهو ما حاولش يعتذرلك ولا يبرر لك عملته السودة دي؟ أيوه، حاول بس. ده شوية شوية كان هيوطي على رجلي بوسها. بس أنا كرامتي ما تسمحليش أعيش مع واحد غوطي زي ده. مش كفاية عايشة وساكتة؟ لأن لولا إن أنا بنت ناس ومتربية كان زماني فضحته. هو في سر بس انا مش هقدر اقوله. سر ايه؟ مش هينفع، حرام. ده مهما كان ابو بنتي. ما تقولي يا رشا سر ايه؟ هو احنا غرب عنك؟ ده احنا اصحابك. بس ما قلتش حاجه. اكيد. اصل اللي كان بيعمله مع السكرتيره ده يعني منظره على الفاضي، عايز يثبت رجولته. انما الحقيقه خلاص بقى يا جماعه، مش هقدر اقول اكتر من كده. وده كان شرط الطلاق ما بيننا. أنت متأكد؟ طبعاً متأكد. دي تحاليل يا نديم. يعني لوجي بنتي. من دمك ولحمك. مفيد. اتجننت؟ حبيبي أنت أخويا. يعني لو في أي شك من التحليل ده إن إيه هقول لك فوراً. إيه؟ معقول يعني هننسب لنفسنا واحدة مش من دمنا؟ طب انا عايزها ترجع البيت. مالها يا حبيبي؟ اجيبها لك النهارده بالليل. بس لازم نفكر في سيناريو تاني غير سيناريو سفر مامتها. البنت مش مقتنعه. هشوف. دي ايه؟ ايه ده؟ دي جايه جون. استني استني. لا كده قال لي لا. استني استني. ايوه دي فظيعه فظيعه. لا انا واحد واحد واحد. ايه في ايه يا رامي؟ آه على فكره اميرة لسه قافله معايا التليفون وبتقول ان الراجل عايز يقابلك الساعه 8 بالليل. طالع هنا. انت بتتكلم بجد؟ امال بهزر. طب احلف. والله عايز يقابلك الساعه 8. يعني احنا هناخد الكامبين بتاعت ال 50 مليون من غير ما ندخل في منافسه مع حد ولا نقدم اي برزنتيشن ولا حاجه؟ امال انت فاكره الشاليه والمليون جنيه دول هندفعهم عشان ايه؟ لا اميره دي بجد طلعت تستاهل تستاهل. هو سالتيني لو كان ليها يد في موضوع الطلاق ده؟ حلفت لي انها ما تعرفش اي حاجه، الظاهر ان الراجل كان هرشها من الاول وطلعها في الوقت المناسب. بابا. طب اقول لك ايه يا رامي؟ كلم اميره دي وقول لها اجلي الميعاد لبكره. نعم. ايه؟ مشغولين يا اخي، مش فاضيين.
ايه في ايه يا جماعه؟ واحنا يتشاور لنا نجري كده على طول؟ عندنا ميتينجز. ميتينجز؟ ميتينجز. ايه ده؟ مش فاهمه حاجه. اتفضلي. مدام ملك الجرحي. اهلا وسهلا. مستر نديم طبعا. اهلا يا فندم. اتفضلي. ارزقكم. احنا ما اتقابلناش قبل كده. ده يا حلوة تشجع. يا فندم؟ قصدي لا، صراحة مش فاكرة ان احنا اتقابلنا قبل كده. لا اتقابلنا واتكلمنا وقعدنا، بس فين وامتى مش فاكر. والله هما بيقولوا في تحليل علمي للموضوع ده. ده اللي هو ايه؟ ده جافي. ان الواحد يشوف الحاجة قبل ما تحصل. يعني تقريبا. لا انا متأكد ان احنا اتقابلنا. صراحة انا مش فاكرة. هفتكر انا على مهلي. المهم ان اميرة قالت لي على شغلك، وياريت يبقى في تعاون مع شركتنا. والله دي حاجة تسعدني. ياريت الماركتنج مانجر بتاع حضرتك يقعد مع التيم بتاعنا ونشوف ايه المطلوب بالظبط ونعمله. انت ما بتضيعيش وقت خالص. صراحة لا، مش بقولوا تايم از ماني. انا احب كده. وانا كمان. قهوة يا فندم. اشرب قهوة. فور. حاضر. عمري يا مستمعي. قهوة. حضرتك تشربيها ازاي؟ من غير سكر. قهوة. قهوة تركي يعني؟ قهوة بس. قهوة عادية. قهوة تركي من غير سكر. حالا. نايس اوفيس. ثانك يو. ما هو ما بيعملش فولو اب للتاسكس. واحنا بنتكلم بالبق يعني؟ مش هتقولي لي تقولي لي انه مش موجود، لاني عارفه انه موجود وان ملك الجرح معاك. بعد اذنك. ما تضيعيش وقتك معايا. مش معنى اننا اتطلقنا انك تلغي الشغل اللي بيننا يا نديم بيه. انا ما عنديش معلومات ان في ميعاد مع حضرتك. هو مش في عقود يا باشمهندس؟ ولا نسيت حضرتك؟ لو سمحت تتفضلي وبعدين تاخدي ميعاد. مش هتفضل. والهانم اللي جايه تستغل الموقف وتنط على شغلي بالطريقه دي هي اللي تطلع بره. انا اسف جدا. اتلمي واخرصي. مش اخرص شغلي وبدافع عنه، ولا هو لا بيت ولا شغل. ايه يا ملك هانم؟ محدش علمك ان عيب قوي تنطي على شغل حد تاني بالطريقه دي؟ انا اسفه. مدام ملك. انت هتجري وراها ولا ايه؟ اسمعي. بقى تفهمي ان علاقتك باي حاجه تخصني انقطعت، واياك تستجري تعتبي المكان ده تاني. حركاتك اللي بتعمليها دي مش هتهتني. انا في عصك تحت جزمتي. تبعدي بالاميال عن اي حاجه تخصني، ده لو ليكي كرامه. فاهمه ولا لا؟ علي صوتك اكتر وخلي موظفينك يسمعوك، وانا هقول لهم اتطلقنا ليه. ولا اقول لك خلي البوليس هو اللي يقول لهم. دي بلتي اللي عليها اسمك، نسيتها هناك.